بالبقالير عندنا جوج بيضات، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السكر سنيده، نص كاس ديال الحليب، درت فيه واحد المعلقه ديال الخل، وعندنا جوج خمارات، وحده فاني، وعندنا كاس ونص ديال الدقيق الابيض. ندوزو دابا للطريقه على بركه الله. يا بسم الله، ندوزو دابا للطريقه. نقلي البيضات، ناخد نص كاس سنيدة سكر خشن، ناخد نطردو غادي نضيفو ساشي ديال الفاني، ممكن تضربوا بالطراب ولا بالخلاط الكهربائي اللي عندكم، ولا تضربوا غير بالزيت. نضيفوا نص كاس ديال الزيت، نضيفوا الحليب اللي درنا فيه معلقه ديال الخل، كيولي بحال رايب. دابا غنبداو نضيفو الدقيق بشويه بشويه، ضروري نغربلوه. نضفت دابا شويه، نضيف معاهم الخمارات، ضروري حتى هما نغربلوهم ما يبقاوش لينا دوك الكويرات. خلط كل شيء، انا خديت المول هذا اللي كيتفتح من الجن، دهنته بالزبده ورشيت عليه الدقيق باش ما يلصقش لينا، وضعنا الخليط ديالنا في المول كما كتشاهدوا، نديرو هكا باش يخرج منا الهواء، وندوزو نسخنو الفران على 180 درجة الحرارة، نديروها في الوسط، نشعلو عليها الفران غير من التحت حتى تبدا طيب لينا، عاد نشعلو الفوق باش تحمر. دخلنا الكيك ديالنا كيطيب، خدينا كاسرول درنا فيها نسيطرو ديال الحليب، وغادي نحتاجو معلقة كبيرة ديال النشا، وغادي نحتاجو فلون، ساشي ديال فلون. أنا خديت فاني، ممكن ديري شوكولات، ممكن ديري النكهه اللي بغيتي انتي. وضعنا الحليب فوق النار، نضيفو عليه معلقه كبيره ديال النشا، وضفنا عليه الفلون، نحركو مزيان، الخليط ديالنا هو فوق النار، والعافيه تكون مهيله، ما نتوقفوش على التحريك.
الا خديتي الفلون ما فيهش السكر ممكن تزيدي جوج معالق كبار ديال السكر. نبقاو نحركو في الفلون ديالنا حتى يغلى، ما نتوقفوش على التحرك حتى يغلى لينا. هالكيك ديالنا طاب، خرجناه من الفران. انتم البنات درت فوق منها كاوكاو كومكاسي، وبالنسبة للتزيين على حسب الاختيار ديالك، ممكن تزينيها بالفواكه، البنان عندك تقطعي طريفات وديري فوق منها، ممكن تزينيها بالفواكه الجافة عندك اللوز كركاع اللي عندك. انا درت غير الكاوكاو، حمرته في الفران وطحنته شوية. انت اللي عندك تقدري تزيني بيه، عندك الكوك عندك هذا غير اضافي، ممكن كاع ما تزينيهاش، انت ما ديريش الكاوكاو تحطي ديري فوق منها الفلون ديريكت. ودرت فوق منها شويه ديال الزبيب، انا من العشاق ديال الزبيب، هذا غير اضافيات، نتوما اللي بغيتو ديرو وتعجبكم ديروه. ودابا غندوزو نكبو فوق منها الفلون ديالنا. ها هو كيفما كتشوفو هو اختار، انا ضفت عليها الفلون كيفما كتشوفو. ودابا غادي ندخلها الثلاجة، على الاقل نخليوها واحد 4 ساعات في الثلاجة حتى تبرد لينا مزيان. انا خرجت الكيكه دابا من الثلاجه، انا صايبت جوج كيكات، وحده درتها بالفلون شوكولا وحده درتها بالفلون فاني. هذه خرجتها دابا، وهذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما جبدناها دابا من الثلاجه. يلا خرجناها، ها نشوف كيفاش كتجي. ولا بغيتي تزينيها بالشوكولا ولا بكراميل اللي عندك ممكن تزينيها.